ضمن مشروع النساء الريفيات والمساواة بين الجنسين، نظمت جمعية الإغاثة والتنمية الزراعية ورشة عمل للإعلان عن نتائج دراسة دمج الرجال في برامج النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية. بالتعاون وبتنفيذ الإغاثة الزراعية، الهدف منها هاي الدراسة اللي هي رصد الأنشطة اللي بتم تنفيذها في المؤسسات اللي بتعنى بقضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، حتى يتم فيها تفعيل دور الرجال وتقييم الأنشطة اللي بتنفذها المؤسسات والخروج بتوصيات اللي يتم مستقبلاً تفعيل دمج الرجال بطرق وسائل أكثر مما هو موجود حالياً. وفقاً للدراسة، فإن الغالبية العظمى من موظفي المؤسسات المبحوثة هن من النساء والفتيات، ولا تزيد نسبة الرجال فيها عن 10%. هذا رغم محاولة المؤسسات جذب الرجال إليها بطرق مختلفة. المرأة بشكل عام يعني مشاركة بشكل جيد في الريف الفلسطيني، الحاجة إلى إيجاد الفرص عادة يعني، ولكن من ناحية المبدأ المرأة تشارك بشكل فاعل، إذا أتيحت لها الفرصة عندها إبداعات لا تقل عن الرجل وربما تفوق الرجل في إبداعاتها، خاصة إنه المرأة تشعر بنوع من التحدي. هناك تحدي إنه المرأة لا تحصل على حقوقها، هذا التحدي بيخلق نوع من التغيير. تأتي هذه الدراسة بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن إطار صندوق فرع الثقافة وحقوق الإنسان بين الجنسين، وبتنفيذ من جمعية الإغاثة الزراعية. نحن نعلم أن النوع الاجتماعي هو يضم الرجل والمرأة، وعلينا أن ندمج الرجل في عملية المساواة في قضايا النوع الاجتماعي، وعليه تأتي هذه الدراسة كخطوة أولى سنستفيد من نتائجها في تصميم البرامج والتدخلات التي تتعلق في المساواة بين المرأة والرجل. وأهم ما خلصت إليه الدراسة أن ممارسات الاحتلال وسوء الأوضاع الاقتصادية فاقمت العنف الممارس ضد المرأة، كما ساهمت المؤسسات النسوية في إقصاء الرجال من المشاركة في قضايا النوع الاجتماعي. أمير حمايل، تلفزيون وطن.